معكم في برنامج الويكاند. تحية للناس كل اللي التحقوا بينا توا في المشاهدة. نذكركم وأنه توت لي فيديو تلقاهم على صفحة قناة التاسعة على الفيسبوك ولا على صفحة الويكاند على الفيسبوك. رحبوا بمدام مونيا غزيل. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بالمشاهدين. مرحبا. يعيشك. دونك مكملين مع لي برودوي بيموغ الطبيعي، المواد هذه المصنوعة بطريقة تقليدية وطبيعية جدا، يعني الحاجات اللي فيها المواد المستعملة، الحشيش اللي فيها كلهم طبيعيين. باش ناخذوا بليزيوغ تيموانياج من عند الناس اللي قاعدين يستعملوا في لي برودوي هذوما. مونيا جوست ان بتي ريكاب هكايا على لي برودوي. لي برودوي ثم لي زونتي تاش، لي زونتي ريد، ثم عافين وعافيكم الله القنا اعشاب اللي تخلطوا من البرص، تخلص بين الشعر الابيض نتاع لي ساغن، لي زيكران، ثم توا زاد عملنا لي زيكران بور لي شوفو. Le fameux escargot effet liftant, ça m'a les sérums, mm-hmm. ça m'a les laits, ça m'a le fixateur, les louages. و ثم اللي تسمن وثم اللي زاد تعاون باش الاماكن المرغوب فيها يتعبي. كيما فما زاد لي بلانت هذوما اللي يسمنوا، فما لي بلانت امانسيسونت للناس اللي يحبوا يفقدوا بعض من الكيلوات. نبداو في لي تيمونياج نتاعنا. الو، على السلامه. مرحبا بيك. عايشك انتم، مرحبا بزاف بكم انتم. عايشك. شكون معنا يا ليلى؟ انا حياه. مرحبا يا حياتي. انت جايه من عند مونيا؟ اي مدام مونيا. اسمع فيا مدام؟ اي نسمع فيك. قولي لنا شنو اللي استعملت من لي برودوي بيموغ الطبيعي؟ يا حمولتيها من عندي انا، مش فادني اللي كنت درت الطبة وما فادنيش في الفترة الساقية وفي السويبع الساقية. السويبع الساقية كنت ما نحكمش فيهم. اي ما نجم نعمل بهم حتى شيء. قد ما نجم نحب هكا نعملهم حتى كما تصور، نتمشهم هكا لا الشاي. أول صراحة مني خيط الزوان تاعها يا رحم يا حميل بها. الحمد لله عليك. صافي في تقية واللي تمشي خير، كنت راني ما نشتي بالكدا. الحمد لله عليك مدام حياة. قلت لها أنا مانيش تاع المشي، قلت لها نعرف. باش ناخذ الزوان تاع اللي تعمل فيه أنت. لي بلونت ماهوش دواء. الحمد لله على سلامتك، يعطيك الصحة. الحمد لله عليك يا مدام. برشا ناس استعملوا منه هذيا وتخلصوا من برشا الام. الحمد لله مانية. والله العظيم جاوا بالعكاز وبك اللي دزوا بها، والله خرجوا لاباس والحمد لله. الحمد لله يا ربي. وكهو فما ناس ما يكونوش فايقين بالمشاكل اللي عندهم هذوما، يتحيروا لهم بالبرد، معناها تبرد الدنيا. يفيقوا اللي هما عندهم اوجاع في ولا في الظهر ولا في الرقبه في كل بلاصه. الحمد لله يا ربي اللي قاعدين يتخلصوا كسوا من العذر، من الشامبينيون، من لي في ليفتون، من لي بوميت اللي تحب تهز منها. قاعدين داير نشوفوا في اللي ساغر اللي وي. بالوقت هكا يشوفوا اللي ثم ريزولتا بالوقت يشوفوه. الحمد لله يا ربي اللي المنتوج عامل صدى، وان شاء الله يا ربي يرفع علينا الكورونا. ان شاء الله عام يا ربي يجينا مبارك ومبروك على الام الاسلاميه. وان شاء الله زاد كيف مع بيموغ. قالت لنا السنه فما دي برودوي جدد نحكيو عليهم المره الجايه اللي باش يدخلوا البيموغ الطبيعي. ناخذوا تليفون اخر. الو. الو. على السلامه. عفيمة مدام. مرحبا بيك. شكون معنا لالا؟ معكم انس. مرحبا بيك. قول لنا شنو استعملت من لي برودوي بيموغ الطبيعي؟ دونك استعملت الكريم نتاع لي فاريس. اي. والحقيقه دي ليتيليزاسيون تاعي اللي استعملتها من لا بروميير سومين حسيت بتحسن كبير ياسر. ساقي كنت ما كلي فريمون كي مشيت لها وقتها، ساقي مقلقتني برشا. كي دونك تستعملها كل ليله. استعملتها الحمد لله يا ربي بين بروميير سومين بديت نحس فريمون ساقي وليت افضل. الحمد لله. تعبني والكل. الحمد لله تفرهدت. دونك لي فاريس يوجعوا مني. مشيت على لي فاريس، مي سي افيري طلع عندي ارتروز، دونك ابارامون الكونسيير قالت لي يلزمك راك تكمل فما زيوت يظهر لي يلزمك تخدم من الظهر اونكور. صحيح. عموما مرحبا بك، شكرا لك على التيموانياج نتاعك. كيف زيده كيف اكزاكتومون من الاول اللي تحس بالنفاخ والوجيعه والتسطير والكل ويتنحى، حتى اللي عنده زيده
عافيكم عافينا وعافيكم الله. المسمار اللي في القدم كيف كيف زاد يعملوا تريتمون بوندون 15 جور، ونقولوا لها على طريقه شطر القارصه كيفاش تنجم تحطها في القدم. الحمد لله لو ريزولتا الي اكسيلون، العباد فرحانين يا ربي مليك الحمد. انا هذا اللي شجعني وانا فرحانه برشا اللي عندنا ريزولتا بالكدا، وهذا اللي يخليك ديما مواصله وديما تجدد في لي برودوي، على خاطر كي تلقى دي رياكسيون كيما هكا واحد ما خيرش من انه يشوف عبد فرحان وعبد كان متقلق من حاجه ولا موجوع من حاجه، والحمد لله ربي فرج عليه غراس لي برودوي هذوما. الحمد لله هي حتى من كركوين ولات تعمل في لي كولور وحدها زاد فنانه كركوين نيلز زاده كيف كيف اديكوفغيغ مصلي على النبي لي ديسان اللي هي بانتر، هي بانتر دونك سي نورمال كي تبدا بانتر وباش تخدم لك الاظافر بتاعك باش تلقى ان ريزولتا مستحيل تلقاه عند حد اخر. الحمد لله. ناخذ تليفون اخر. الو سلامة. مرحبا بيك. انا الهام سليمي. مرحبا بيك الهام. قولي شنو استعملت من لي برودوي بيموك تبعي؟ والله انا عاملين ريم عندها سيروم هذاك نتاع الشعر. اي. خديتهم عندها عاملين البنت الصغيرة شادلها شعرها بالبدا. اي. استعملته بنتي الصغيرة كان شعرها يوجعها كنا مشطولها. اي. كيف عملته الحق سهل وما عادش يوجعها جمله. مشينا معناتها مع شعرها بالكدا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والله اللي خذيت منه. مرحبا بيك مدى. تري بيان، صحة وفرحة، ربي يفضل لك إن شاء الله. دونك اللي في بتاع السيروم بتاع الشعر السيروم اللي هو معمول بزريعة الكتان، دونك اللي إكسيلون عليها نقطة على شعر نظيف ومبلول يتعمل، وعندنا زادة لو سوان دو شوفو اللي هو فيه بوكو دو فيتامين، ثم نتاع الشوت دو شوفو زادة كيف كيف، استعملنا الشيح، استعملنا الميرامية، استعملنا برشا أعشاب افيك بوكو بوكو دو فيتامين، هما اللي قاعدين يجاوبوا على المنتوج الكل، البراس كيف كيف، الصدفيه، الثعلبه، الحمد لله يا ربي اللي لقينا اعشاب اللي تخلصوا منه، احنا باقي نذكروا اللي شركه تونسيه وعندنا حالينا في موريال ان شاء الله بعد انا هكا عندي امل ان شاء الله يا ربي نتخلصوا من هذا الكل ونرجعوا كما قبل ان شاء الله ربي يرفع علينا هالوباء. قبل وخير. الحمد لله. نذكروا بالعنوان والتليفونات. العنوان نتاعنا اللي احنا في المنزه الخامس ناش خلفاء راشدين، دونك الفارماسي دور على اليمين، ثاني دور على اليسار، ثاني دور على اليسار، تليفوناتنا اللي هما 98 200 0 23 22 341 341 29 0 31 0 32 24 355 0 31. راهو باش نعودوا نحلوا نهار الاحد من 9 للاربعه نتاع العشيه اللي معناها دونك اليوم محلولين انتوما ولا لحد جاي تبدا؟ لحد جاي نبدا. لحد جاي تبدا. ومش نشوفوا الفيتير مع مريم توكابري على البلاصه. حتى نشوفوا الفيتير بعد شويه. يعطيك الصحه مونيا غزاير، نذكركم بالباج فيسبوك انستغرام تحطوا مونيا غزايل بموج الطبيعي، اذا كان عندكم ما تسالوا تنجموا تبعثوا ميساج، راهو فما اون ايكيب كاليفيي تجاوبكم وتنصحكم، وحتى كي تمشيو سور بلاس مش شرط باش تلقاو مدام مونيا غزايل، ولكن الناس اللي تخدم واللي موجوده في بموج الطبيعي الكلهم راهو سون فورمي ويعرفوا كيفاش يوجهوكم. دونك باش نقعدوا مع الفيتير اكثر تفاصيل مع اخصائيه التغذيه مريم التوكيبري وراجعين. حبيت نعطي اليوم تيمونياج نتاعي على لي برودوي بيموغ نتاع مدام مونيا غزيل، سورتو على لي برودوي اماسيسون نتاعها. نبدا بالحاجه الاولى اللي هي لا بلانت اماسيسون، فيها بليزيور بلانت، معناتها نلقاو فيها التاي الاخضر، نلقاو فيها الكافي فير القهوه الخضراء، نلقاو لو تي نوار، لو تي بلان، المورينغا والسبيرولين اللي هذوما يغذيو البدن بالكدا بالكدا. نعرفوا اللي باش الناس وقت يعملوا دي ريجيم اون جينيرال ينقصوا باش حجم الماكله نتاعهم، وهذوما اللي نجموا يخليوهم عندهم دي كارونس اليمونتيغ. لا بلانت توصل تنقص حتى جوسك 8 à 10 kg مع ان ريجيم يكون معناتها ادابتي على بيرسون، وان ميم طون شويه اكتيفيتي فيزيك بيان سور. نعرفوا اللي باش نقصوا في الميزان بطريقه صحيه لازمنا نستعملوا حاجات اللي تكون صحيه. فما اوسي لي كريم اماسيسون اللي هما يعاونوا باش يكبسوا لابو، دونك ينحيوا الترهلات اللي تنجم تصير وقت اللي واحد يعمل هكا ان ريجيم، وساعات تكون بيرت رابيد شويه، دونك فما دي بارتي من الدم يفقدوا الاليلاستيسيتي نتاعهم. فما لي كريم اللي معناتها يحسنوا شويه لو دوبل مونطون، لا بواترين، الكرش، اللي هما لي زون لي بلو سيبلي اللي وقت اللي نقصوا في الميزان ينجموا يترخفوا شويه. بيان سور في بيموغ نلقاو بليزيور برودوي دو سوان.
اكثر حاجه حبيت نحكي عليها دونك اليوم هما لي زاناليز اللي يعملوهم معناتها لا سوسيتي بيماغ لي برودوي نتاعهم, واللي هذوما يتعملوا بطريقه معناتها دوريه ريغولييرمون باش يضمنوا سلامه المنتوج بيان سور. ديرنييرمون لي زاناليز هذوما تعملوا في لابوراتوار سنترال داناليز اي دي سي معناتها لابوراتوار حكومي ايتاتيك, واللي هو بيان سور هذه حاجه كريديبل وما تنجم كان تطمن المستهلك. دونك لي برودوي لا ماجوريتي نتاعهم ا بي اتش نوتر, ما فيهمش فورمال, ما فيهمش كونسيرفاتور. بيان سور كي دي برودوي بيماغ ديما نحكيو على حاجه 100% طبيعيه من غير دي كونسيرفاتور, من غير اكسيليراسيون دو برودكسيون, معناتها المنتوج يقعد يحضر في عقله ياخذ الوقت نتاعو باش يكون بيان سور افيكاس. كام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. وردة سرها لمحة.